دي. طيب ناخد ايمان من اسكندريه. الو، طيب على ما تيجي ايمان. النهارده وزير التموين الحقيقه دكتور علي مصلحي يعني عمل مؤتمر صحفي واتكلم فيه بلغه يعني حاول يبقى قريب من الناس. طبعا هو مش ذنب يعني، او دي مش دي مشكله الدكتور علي مصلحي، ان الاسعار غاليه او انه الناس مش لاقيه او انه في حاله ضنك في اغلبيه الشعب المصري واحساس فظيع بالازمه الاقتصاديه واسعار السلع، لكن هو حاول انه يبقى انساني، حاول ويشكر على اجتهاده، وحاول انه يبقى قريب قوي من الناس ويقول يا جماعه انا حاسس بيكم وانا مش عارف ايه وانا مش هقصر معاكم. الحقيقه دي اول مره اشوف وزير في حكومه بيتكلم باللغه البسيطه دي وباللغه اللي هو يعني، لدرجه انه بدا يتعامل مع مديري مكاتب التموين بشكل يعني كانه بيديهم محاضره في التعامل مع المواطنين. انا بس نفسي يا دكتور مصلحي ان المساله تتوقف عند مجرد خطبه او كلام امام الكاميرات، عشان واحنا هنذيع جزء من اللي حضرتك قلته، انما المساله لابد ان تكون واقع، ولابد ان يكون هناك وسائل رقابه على كبار الموظفين. طبعا اجهزه الرقابه بتعمل، لكن اي مؤسسه في الدنيا وزاره فظيعه ميزانيتها مليارات زي حضرتك، حضرتك مسؤول عن مليارات الدعم، ازاي هذه المليارات تصل للمستحقين؟ ما انت محتاج اسلوب مراجعه حديدي، محتاج ما يبقاش حواليك حراميه ولا لصوص، محتاج ما يبقاش حواليك مرتشين ولا فسده زي المتحدث والمسؤول الاعلامي ورئيس شركه مش عارف القبضه للاغذيه ولا مش عارف ايه للاغذيه، والعصابه اللي قبضوا عليها في على بعد سنتيمترات او خطوات من مكتبك. انا مبسوط بكلامك يا دكتور مصلحي قوي، وبشكرك ان انت تواصلت معانا علشان نبعت لك شكاوى المواطنين، لكن احنا محتاجين اليه ما يحصلش فيها اللي حاصل.